بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق أغلالا فهي إلى أذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون واصبع عليهم أنذرتهم لا تنذرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق الأغلال فهي إلى أذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون وصعدنا عليهم أنذرتهم وهم لا تنذرون لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وحشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأضرب لهم مثلنا أصحاب القرية التي جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبهما فأزلنا بثالث فقال إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا البشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تحسبون قالوا يا ربنا يعلم منا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تزينا بكم لأن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قال استحييكم معكم وإن زكيتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أحسن المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا لمرسلون اتبعوا من لا يسألهم أجر وهم مختصون ما علي العبد الذي فترني وعليه زجاره وأتخذ من دونه إلها يريد الرحمن بدون لا تغني عنا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل أدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما كفر عن ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحات واحدة فإذا هم عامدون يا حسدنا بعد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يحسدون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون إن وإن كل من جميع لدينا محضرون آياتنا هم الأرض وميتات أحيينا وأخرجنا منها ربهم فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فجعلناها فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلهم مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذات تقدير عزيز الليل والقمر قدرناه منازل حتى عاد الكلرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبق النهار كل في فلك يسبح وآيات لهم أن حملنا الرياح في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا سريح فلا هم ولا هم ينقذون إلى رحمة منا وما تعالى إلهي وإذا قيل له أتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم وإلا قالوا أنها معرضون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نصيب من لا يشاء الله وأطعموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا إلا وعد أنتم صادقين وما ينزلون إلا سيئات واحدة تأخذهم وهم يسلمون فلا يستطيعون التوصية ولا أهلهم يرجعون ونفيا في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال يؤيدنا من بعثنا من مكانهم هذا ورحم وهذا الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئات واحدة فإذا هم الذين مختارون فاليوم لا تظلمون نفس شيء ولا تجزون إلا ما
nosotros estamos los nasa con el angelio oficial de fagor con la sala de oficio de la alma la que hemos hecho la fija fagor de la alma y todo será un gran metro por ahí vamos a hacer yo más ahí hemos hecho a la baja de la alma y a la alma en la tabla del shaitan en la como tu mobi en el futuro de la ciudad de Mosquí para que te tengan como tu mente que se le fará y te con el tacleo a dirigiendo el letrero con tu tato أصلح اليوم بما كنتم تفكرون اليوم تخدموا على أفواههم وتغلبون أيديهم وترشدون اليوم بما كانوا يكسبون ولن نشأ أن نتمثل على أعينهم فليس به السرعة فأنا يبصرون ولن نشأ أن مسخناهم على مكانتهم وما أسعوا مدين ولا يجرون ومن يعملون نكسوا في حلقها فلا يقتلون وما علمناه في الشرع وما ينبغي له إنا إن هو إلى ذكر مكان مبين ليزرع من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أن حلقنا لهم من شيء عملت أيدينا وأنعامهم فهم لها مالكون وزرعنا لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وأفلا يشكرون وتحازوا من دون الله آلهات لعلهم ينصرون ليستعطيون نشرهم وهم لهم جند مخبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أن يعلنون وَلَمْ يَرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَسِيبٌ مُبِينٌ ويترب وترب لنا مثلا والنسيح حلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي العظام الذي أنشأها أول مرة أخرى وقل اجعلي حلقنني الذي جعل لكم من شجر أخضر فأنعم فإذا هم أنتم منه توكلون أوليس الذي خلق الأزواج هذا السموات والعظيم بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق أليم إنما أحرمنا إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعليه ترجعون شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على وقت من ايرو ديمونيك اند ايرو ستانيك اند ايرو بيجن اند ايرو موشيكون اند ايرو زالمون اند ايرو تافرون اند ايرو منافقون ان شاء الله مع الاول بريكما me and my family and the believers and the Muslims from all the sheer and all the evil pagans and idol worshippers and disbelievers who want to lead us astray. I want to enslave humans and hate humans and hate Jordan and Adam and I want to stay with the Pharaoh and NASA spiders and Mars vipers and make them unappreciative and turn them into rotten dogs. My Lord, protect us and protect us from all the witches and all the evil bloodsuckers, vampires, and all the evil pagans and all the trouble at night from all night vampires who do cause attacks and always try to humans and enslave humans with a superiority complex of vampires and satanic rebellion of the angels, fallen angels against humans and do not submit to Allah and always disbelief and may Allah send his retribution after years of preaching to these people and they ignored everything and spied on everything and evaded on everything from a human perspective, from a human messenger of Allah. And the last human, Messiah, son of David, Kashif, Loki, Lukman, Asumeta, Kashif, Al-Duhan, Majnu, and all his writings and timelines, all his writings in the complete testament have all been innovated against and all been turned into marvels of space and time. And
and been used and abused by all the pagans and disbelievers. They thought Allah couldn't fulfill his covenant. I kept on shooting them when we all evil because they couldn't do any hard work, and nor could they give anything back from their daily intake of food, and never make a homeless submission, and never face the dual die of God our great to find Allah to pass the test of his submission, Abraham's submission, and become submitters to Allah, and then find enlightenment and submit and become passed into enlightenment to Akhira, and confess the dual die of God our great, and instead they face the observed habit of God Akash timelines and short lines at it, and trying to bark satanic whispers in the class against it all the time. That's been the case since the beginning of Adam's original sin. None of them faced the God directly to do their with it, all started shooting eyes at timelines instead of God Akash. And God created the dangerous fish of white supremacy and a war of danger and enslaving all humans, and the only black dot of human survival is God Akash and Lucky Lukman, and it leads to the black hobbit fish of peace of submission, where the white dot speak. What I thought of the blackfish is savings of light, which makes it the yang peace. Fledglings of submission, face dogs do or dies, face adulterators, face enslavers, face the bummers, face the sniffers, face the grave robbers, face the slitters, face the bloodsuckers. Now all of them are evil, tyrannical pagans. And may Allah protect my children. May Allah protect all the believing Muslims against all the evil kafir rulers, zalimun, mushrikun, munafikuns. Inshallah, may Allah help and guide us, and may Allah help us kill our egos, and not to seek vanity and boast, but to kill our egos and to reverence Allah, and to kill our egos instead of feed our egos, and to be humble submitters and godly dumpsters, and remember that the ticking of death is saying how much submission's gone into your life, how much submission you've done when he died, and that's what they ask you when you die. And you always see the sunrise from the east and set in the west, and you ask yourself how many contra prayers you did, how many times you did a dumb in your life, and things like that, instead of claiming to be winners in the Garden of Eden when claiming heaven is on earth, and instead of realizing the three stages, just as there's three tenses of time, three particles in atom, three dimensions of space, and three attributes of Allah, three sciences, three arts, three classics, inshallah, and three Semitic religions, and mind, body, and soul, and heart, mind of everything, body of nothing, soul of eternal, life of everything, death of nothing, resurrection of eternal, water, the source of everything in life, food, the nothing of death, air, the mystery of the eternal, and things like that, and mashallah, and the heart of everything, that's everything, that's behind everything, mashallah, alhamdulillah.
and do no harm. Hear no darkness, see no evil, speak no wrong, do no harm. And mashallah, may Allah protect my tea times for wise monkeys, see white times for wise kings, inshallah, and make them righteous and protect them from all the evil pagans and evil idol worship and all the opportunists, evil dogs of all sorts and sizes of many characters. May Allah protect them from all the adulterers, sniffers, bummers, slayers, bloodsuckers, and vampires, and evil pagans and evil disbelieving, satanic disbelievers. May Allah make them all into malleable plant and animal, plant humans, and staying pure faithful. Make them grand alone, smears, and qualify Salati Alonis, and qualify Salati Kabul Salati Mahasha, Lima Hussein, my Maniba Farhan Hussein, my Talazaman Hussein, my Oasis Mujahideen Hussein. May Allah protect them and guide them to the right path. May Allah help them, and may Allah protect my wife and Nergis B, Nergis GB. May Allah make us peace and prosperous. May Allah grant us joy and happiness. May Allah grant us peace and security. And may Allah protect us and all the tests from all the tests, and guide us to the right path, inshallah. Allahu Akbar, la quwwata illa billah, la ilaha illa wahdahu la sharif. Alabji. Allah take over here. May Allah bless my parents, and I'm 24 now, and may Allah forgive my parents who raised me from infancy and accept me as a Sumer, inshallah.
Thank you.